مساء الفل يا كابتن وجدي، واهلا بك على قناة الاهلي. مساء الخير، مساء الخيرات، مرحبا كابتن وجدي، خد كل الخطة بتاعتي يعني. تحياتي ليك بالتأكيد، وبكرر الترحيب بحضرتك مرة تانية. واحد من الناس اللي شاهدت لقاءات الاهلي وكانت موجودة في فترة من الفترات بشكل كبير جدا، حابب تقولي على اللقاء قبل ما اسألك في التفاصيل يا كابتن وجدي؟ يعني انا بتصور انه بسيت امتع اقوى احسن من فاينل جت مع الثلج المصري والاهلي المصري، اثنين من اقوى واعرق الفرق الافريقيه. يعني خاصه في المواسم الاخيره في متعه ما بين الفريقين، مقابله بجدار الحسم بين الفريقين ان شاء الله والاجدر ان شاء الرحمن. هي فرقتين طبعا هم الاقوى رقميا في الثمان سنين اللي فاتت، لكن هسالك حضرتك تحديدا او شخصيا، يمكن انت كنت موجود في نهاية 2012 ودلوقتي احنا في 2018، كنت موجود وشاركت حتى في اللقاء اللي كان هناك، هل في اختلاف ما بين المواجهتين ما بين 2012 و2018 من وجهة نظرك، وايه هو الاختلاف؟ اكيد اكيد، يعني 6 أو 7 سنوات بتفرق كثير تغير كثير من الاشياء بالنسبه للفرق مثل الاهلي، يعني مثل الترجي. انا شخصيا فزت بالشامبيونز ليج 2011 قدام الوداد، مظبوط، ضد الوداد المصري، وكنت اخترت للاسف الشامبيونز ليج 2012 ضد الاهلي المصري. يعني نتفكر شويه انه كانت مقابله، قدمنا مقابله واداء ممتاز في استاد برج العرب في مصر. صحيح، يعني الامور الذهنيه ممكن في مقابله الاياب صعبت علينا شويه، خاصه انه اخترنا 3 لاعبين اساسيين ورق كروت صفراء، هاريسون عفول وسامح الدربالي. وقتها عندنا اصابه المجدي تراوي في مقابله الاياب. الاهلي المصري في مقابله الاياب كان مركز فيما يلزم، اهلي فريق ممتاز، فريق عريق، فريق يعرف يسافر. بالنسبه للترجي 2012 والترجي 2018 كثير من الاشياء تغيرت، خاصه من اللاعبين. كنا 2012 نملك كثير من اللاعبين الممتازين، كثير من اللاعبين كبار. الترجي يعني الحين 2018 مركز على الامور الجماعيه واللعبه الجماعيه، ما فيش فرديات كبار في الترجي الحين. يعني قوه فريق الترجي في اللحمه والنفس، نفس المجموعه، يعني خاصه بالروح الجديده والبصمه الجديده مع المدرب معين الثعبان. الاهلي المصري يعني مش الاهلي 2012، يعني انا حقيقه كنت لعب ضد نجوم كبار في الاهلي، احمد فتحي، سيد معوض، وائل جمعه، عماد متعب، حسام غالي، يعني اسماء كبار وكبار جدا. الاهلي اللاعبين الموجودين فيه الحين يعني هم لعيبه كبار. الاهلي يبقى الاهلي، الاهلي يبقى يعني نجم نقول الاهلي هو ريال مدريد الكره الافريقيه، يعني متوج كثير. ترجي هو يوفي الكره الافريقيه، ترجي وصل العديد من المرات للنهائيات، لكن ترجي وصل 5 مرات للنهائيات يعني، وخسر 4 نهائيات. تتغير برشا حاجات. ترجي يعني سيناريو 2012 صعد في الذهن، صعد في الاذهان انه ترجي ما يكفيه انه يقوم مقابله كبيره في مصر، في 90 ثقه ثانيه في تونس. صحيح، ممكن حتى تغير بعض الاشياء. طيب، يعني انت واحد من الناس اللي هي خدت الترجي تقريبا في تاريخه كله، خد لقبين، لقب 94 ولقب 2011، مظبوط؟ فانت واخد 50% من الالقاب القاريه الخاصه بدوري ابطال افريقيا بالنسبه للترجي التونسي. من خلال خبرتك وتواجدك في الكره التونسيه وطبعا وتعاملك مع الكره التونسيه، يعني طبعا كابتن معين الشعباني هو طبعا واحد من الناس اللي بنحترمها ونقدرها، لكن دي مواجهه في نهائي افريقيا، شايف ان الضغوط ممكن تمثل له عائق او تكون ضغط عليه في لقاء هو الاهم في القاره الافريقيه، ولا هيتعامل مع اللقاء من وجهه نظرك ازاي؟ اكيد جدا، معين الشعباني مدرب شاب، معين الشعباني مدرب كان كتب ثقه رئيس النادي حمدي المتب، وكتب ثقه الاداره، وكتب ثقه الجماهير في تونس. يعني عنده بس ممكن شهر او 5 أسابيع كسب الثقه هذه. كان مدرب اسمه خالد بن يحيى، درب الفريق، بعدين حكمت وحنكت إدارة الترجي، ما لو ما عينت حتى مدرب جديد يعني باش ما يصيرش حتى ارتباك أو إرباك للمجموعة.
استعملت الاستمرارية وخلت الاستمرارية لأنه معين شعباني أكثر مدرب متعايش معاهم يعني متعايش معاهم ويعرف تواريخ النادي ويعرف صحيح. كبيرة وصغيرة خاصة في الوقت الراهن أكيد مقابلة مصيرية للنادي خاصة النادي بدأ يحتفل بدأ في الاحتفالات وبدأ في تحضير الاحتفالات للمئوية المئوية أكيد أنه ممكن معين شعباني عليه ضغط كبير معين شعباني ليس يعني مش متعود لازم تعود على مثل هذه المباريات الكبيرة كمدرب لأنه في بداية المباراة مع ترجي لكن سلاح ذو حدين وعين شعباني قادر أنه يكون يدخل للتاريخ من 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 أوسع وأكبر الأبواب لأنه كثير من الأمثلة يعني أنا نتذكر 2015 وثق فيه يوم اللي فاز بالتشامبيونز ليج صحيح كان مدرب خير الدين مغري كان لسه كان تقريبا في نفس العمر كده تقريبا كان في نفس العمر نفس العمر ونفس العمر ونفس الاسلوب ونفس الفتره ان شاء الله احنا انت عارف يا كابتن وجدي احنا نتمنى له كل خير بس بعد لقائنا يعني بعد لقائنا نتمنى له كل خير طيب كابتن وجدي برضه بخبرتك وتعاملك مع الكره التونسيه وخبرتك تحديدا مع الترجي التونسي بحاله هيثم الجويني في الوقت الحالي وحاله طه ياسين الخنيسي لو انت مسؤول في فرقه الترجي تبدا بمين بطه ولا بهيثم الارقام تقول انه المهاجم الاول بالترجي هو حقيقه طه ياسين الخميسي لكن طه ياسين الخميسي وهدف التمديد هدف الترجي التمديد العام الفارق للحين ما سجل ولا هدف يعني ممكن فتره الشك وفتره الفراغ عن طه ياسين الخميسي ما زالت تطورت معاه هذه الفتره لكن معين الشعباني بالتغيير اللي قام به في المقابل الاخيره باخراج طه ياسين الخليفي وادخال هيثم الجويني انه كان مفتاح من مفاتيح الدعم مفتاح كبير من التاهل وكان عنده نسبه كبيره من التاهل الترجي انا اتصور انه معين الشعباني يبدا المقابله بهيثم الجويني انا رايي الشخصي لو كنت مكان معين كنت كملت الثقه لهيثم الجويني وخليته هو يبدا المقابله لانه وزنه كبير على دفاع الاهلي وممكن بعدين يصير تغيير الدخول مع الحركيه الكبيره اللي اعطاها ياسين الخنيسي ممكن بعدين في وقت ثاني لو تغيرت المعطيات واساليب التكتيكيه ممكن يشارك في شوط ثاني طه ياسين الخنيسي. طيب اخر سؤال بالنسبه كابتن وجدي لتشكيله الترجي مثلا لو في الحاله اللي هو فيها محمد علي اليعقوبي واحرزه هدف في مباراه اول اغسطس تدفع بيه وتستمر بيه ولا ترجع خليل شمامي مع او خليل شمام مع احتفاظ ايمن بن محمد بمستوى العالي؟ لا اكيد طبعا خليل شمام يعني لاعب اربع ناديات شارك هذا النادي الرابع في الشامبيونز ليج خليل شمام احد عناصر الخبره خليل شمام هو اللي كان عنده نسبه كبيره من ترشح الترجي نتذكروا الورقه الحمراء لقاء الذهاب حصل عليه خليل شمام اللي يعني لو فاز في المقابله ذيك بريميرو دي اغوستو بهدفين لصفر خليل شمام مهاجم داخل فيس تو فيس مع الحارس خليل شمام ارتكب الخطا وضحى بنفسه ورقه حمراء طبعا ما تزودش الفارق عشان الفارق بالظبط يعني الترجي سهل عليه مقابله اياب وترشح خليل شمام مفتاح كبير من مفاتيح الترجي خليل شمام قائد الترجي فوق الميدان وخارج الميدان يعني خاصه ذهنيا خليل شمام او سامح الدربالي او معز بن سيفيه الحارس هما عناصر الخبره يعني تصور ان خالد شمام هو اول عنصر يكون موجود في الدفاع الترجي وكون باش يكون يعارض شمس الدين الفوازي اكيد هما اقرب اثنين في محور الترجي. طيب انا تشكيله سيد عبد الحفيظ اللي هقولها ولو قول لي في اختلاف ولا لا يبقى سامح الدربالي شمس الدين الزوادي خليل شمام ايمن بن محمد كلوبالي وكومب وجلالي وعندك انيس خليل الشعلالي جيلاني الشعلالي اسف وعندك انيس البدري ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي او هيثم الجويني عندك اختلاف في اللي انا قلته في عنصر من عناصر التشكيله ولا كله تمام كده؟ يعني بالضبط شو اذا كان تحكي على المقابل تحكي على فرق في الترجي والاهلي يعني كل شيء اصبح معروف طبعا معروف اوكي كل شيء مكشوف خاصه حتى المدرب صحيح المدرب بين عشيه وضحاها قبل شيء غير يعني صحيح الترجي
كتاب مفتوح والاهلي كتاب مفتوح خلاص، وخصوصا في المواجهات الاخيره كمان يا كابتن وجد، خلاص بقى الموضوع بقى منتهي، ده حتى على المستوى الاعلامي بقى عارفين مين هنا ومين هنا. كابتن وجدي اتمنى تزورنا ان شاء الرحمن وتنورنا في قناه الاهلي في يوم من الايام باذن الله. انا موجود ومشكورين شكرا يا حبيبي، انا اتشرف فيكم واحنا كمان يا كابتن وجدي، شكر جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. اتفضل يا كابتن شريف.